عيد العمال العالمي الذي يحتفل به الأردن كغيره من باقي الدول في الأول من أيار من كل عام، وهو رمز يعبر عن تقدير العالم لهذا العنصر البشري لما لهم من دور هام في نهضة المجتمعات وتطويرها، تقديراً لعطاءاتهم وإنجازاتهم الكبيرة في سائر أرجاء الوطن. فالعامل العمود الفقري الفاعل في المجتمع الذي يمتلك القوة والبناء والمحافظة على مكتسبات الوطن. الحقوق العمالية اللي نقدمها إحنا كوزارة عمل أو الحقوق اللي موجودة في القانون للعامل الأردني، العامل الأردني خنبلش من المادة 4 في قانون العمل، تقول إنه لا يجوز التنازل عن أي حق من الحقوق اللي قررها هذا القانون للعامل الأردني. حتى لو العامل بمحض إرادته أقر إنه بده يتنازل عن شيء من هالحقوق، هذا القانون العمل يعني ما بيسمح في هذا الموضوع، ويعتبر إنه العقد سليم والشرط هذا يكون باطل. هذا في موضوع عقد العمل. فكانت ولا زالت الطبقة العاملة في المجتمعات هي الأكثر تضرراً ومعاناة، وهي الأكثر تميزاً بنضالاتها وتضحياتها المستمرة، فلا بد من النظر في حقوقهم والسعي لمطالبهم تشجيعاً لهم لاعتبارهم جزءاً هاماً من المجتمع الأردني. إحنا نحتفل فيه بمناسبة زي هاي، مناسبة عيد العمال. إحنا كشركة بنقدم لكل مستخدمين ما يقارب العدد لا بأس فيه، يعني إما بنقدم له وردة أو بنقدم له يعني بنأهله بنفسيا إنه أنت موجود، إحنا بنحبك، إحنا بنساعدك. منظورها بيكون أسريته بيحتفل فيها في بيته، إنه الجماعة اللي اشتغلت أنا معاهم هيهم قدروا وضعي، قدروا ظرفي. بحس إنه في معنوية، صدقيني إنه بتفاجأ إنه يوم ما بنوزع هدايا سواء بعيد الأم أو بعيد العمال أو أي مناسبة، بتفاجأ المكالمات كم هائل من المستخدمين بيرنوا علي. بعمل في شركة هذه الخدمات كموظف، والحمد لله رب العالمين الشركة بتقدم لنا جميع ما يستحق الموظف من حيث الراتب، الحمد لله رب العالمين كافي وبغطي المصاريف الإنسان اللي بحاجة إلى كأساسيات، وبتأمننا الشركة أيضا بالمواصلات والتأمين الصحي، حتى الضمان الاجتماعي كله مأمن فيه من قبل هذه الشركات. يعني حتى انه كل سنه بتقدم هذه الشركات في عيد العمال اللي احنا مقبلين عليه ان شاء الله تعالى بيأمن بتوديهم رحلات. لقد جمل الاسلام من شأن العمل حيث جعله بمنزله العباده التي يتعبد بها ابتغاء مرضات الله. فطيله العام يكد العامل ويتعب من اجل كسب العيش وتأمين الحياه الكريمه له ولاولاده. غيداء ابو شهاب لبرنامج من نوفينا.